لالة العروسة استفدت بزاف، كانت تجربه كبيره بالنسبه ليا وكان تحدي. تحديت راسي بصراحه في الاول، ما كنتش عارفه راسي انني غادي نقدر نال الاعجاب ديال الناس اللي كيشاهدونا، الناس اللي كيتابعوني اون جينيرال. ولكن الحمد لله حاولت كما قلت لك نتحدى راسي. كانت مسانده كبيره من طرف الزوج ديالي والعائله ديالي كلهم. ولكن كان عندي بزاف ديال التخوف وكنت ستريسي بزاف ديك لا بيريود. حاولت نبعد من الناس كاملين اللي كنعرف، حاولت ما نبقاش نخرج. مو سي كونسونطري بصح على انني نكون مقدمه برنامج، وكان عندي دي سيونس دو كوتشينغ اللي كنت كنديرهم 1 موا ولا 2 موا جو بونس، 1 موا 2 موا قبل ليميسيون ما تبدا. دونك حاولت نفهم شنو المعنى ديال انني نقدم. في الاول ما كنت متخوفه بزاف وكنت نقول غادي ندوز الكاستينغ. انا دوزت الكاستينغ، الصراحه باش ندير خاطر مهدي، ولكن الحمد لله غلبني مهدي. كان تيقول لي ثقي فيا، ثقت فيه الحمد لله. واخا تجربه كنت خايفه منها، تفوقت. ماشي انا الصراحه، ماشي انا خاصني نقول تفوقت، الناس اللي خاصهم يقولوها، ولكن انا الحمد لله مقتنعه بداك الشيء اللي عطيت. كاول تجربه كانت عندي في التقديم مقتنعه بزاف براسي، وان شاء الله مازال غادي نعطي ما اكثر. فالانسان خاصو غير يتعطاو فرص فين يبين حاجات وحده اخرين. الا كان برنامج ناجح في المستوى ديال لالة العروسة غادي يكون شرف ليا. الا كان غادي يزيدني في مسيرتي، علاش لا.